إذا عني العار والخزي، فإني لشهاداتك ابتغيت. جلس الرؤساء وتقاولوا علي، أما عبدك فكان يهتم بحقوقك. بسم الاب والابن والروح القدس، الله الواحد امين. اهلا وسهلا بكم، حلقه جديده من برنامجنا ايه في حكايه. هنكمل مع بعض المزمور 118 حسب الترجمه السبعينيه، او 119 زي ما موجود في الكتاب المقدس. بفكركم ان احنا اتفقنا من اول ما بدانا ان احنا نصلي مع بعض قطعتين او ثلاثه من المزمور ده، نتذوق جمال كلمه ربنا الحلوه. والمزمور ده موجود في صلاة نص الليل الخدمة الأولى. النهاردة هنتكلم مع بعض عن آيتين في المزمور دوت كانوا نبوة عن السيد المسيح، قالهم داود النبي بروح النبوة. الآية 22 و23 اللي قال فيهم داود النبي: دحرج عني العار والخزي، فإني لشهاداتك ابتغيت. جلس الرؤساء وتقاولوا علي، أما عبدك فكان يهتم بحقوقك. الجزء الأولاني: دحرج عني العار فإني لشهاداتك ابتغيت. الآباء فسروها أنها نبوة عن المسيح اللي اتدحرج عليه حجر القبر. وافتكروا اليهود أن هم لما حطوه في القبر وقفلوا عليه، هذا هو العار والخزي، عار وخزي الصليب. وكأن ربنا يسوع المسيح بيطلب من الآب، بيقول له دحرج عني العار والخزي، يعني شيل الحجر علشان أقوم. ودوت اللي قاله ربنا يسوع المسيح على الصليب: إلهي إلهي لماذا تركتني مثلا. فهو هنا بيقول له دحرج عني العار والخزي، فإني لشهادتك ابتغيت. هم صلبوني وحطوني في القبر، ولكن أنا كل اللي كنت عاوزه أن أصنع إرادتك، إرادة الآب. وقديس أثناسيوس الرسولي لما فسر الآية ديت قال ممكن أفهمها برضو بمعنى آخر. ازاي ان الواحد فينا لما بيكون حواليه ناس ممكن تتعبه او تضطهده، فيقول لربنا دحرج عني العار والخزي فاني لشهاداتك ابتغيت؟ لان الانسان اللي بينفذ وصايا ربنا كتير ما يضطهد، كتير ما يقع تحت ضغوط من اللي حواليه علشان يبطل يمشي في وصية ربنا. واحيانا يتهم كمان باتهامات زي انه مش بيفهم كويس، ولا متحجر، ولا قديم، ولا مخه مش عارف ايه. ولكن احنا نقول لربنا دحرج عني العار والخزي اللي هم بيتهموني بيه، فاني لشهاداتك ابتغيت. وجميل جدا ان الواحد فينا يكون كل همه هو وصية ربنا. يعني مش بنسأل عن رأي الناس، ولا رأي فلان، ولا رأي علان، لكن شوف رأي ربنا ايه في الموضوع. جميلة جدا الواحد فينا يفحص حياته على كلمة الله. الآية التانية يقول له جلس الرؤساء وتقاولوا علي، ودي واضحة جدا انها عن المسيح. اما جلس الرؤساء علشان يحكموا على المسيح، رؤساء دينية دينيين والرؤساء المدنيين اجتمعوا مع بعض عشان يحكموا على المسيح. اما عبدك فكان يهتم بحقوقك. وبرضو هنا توضح ازاي ربنا يسوع المسيح كان بيهتم بتنفيذ ارادة الاب، وبرضو لينا احنا ازاي لما الواحد فينا يهتم بانه يعرف كلمة ربنا وينفذها. برضو في الجزء الجميل الأولاني بتاع دحرج عني العار والخزي، استخدام كلمة دحرج دي اتذكرت في سفر يشوع لما كان الشعب داخل أرض الموعد، وكانوا عملوا الخيمة في حتة اسمها الجلجال. الجلجال معناها دحرجة. وراح ربنا قال لي يشوع في يشوع 5:9، قال له اليوم بعد ما دخلوا أرض الموعد قد دحرجت عنكم عار مصر. اليوم دحرجت عنكم عار مصر. يعني زي ما يكون كلمة ربنا، وصية ربنا، بتشيل عننا عبودية إبليس لحد ما توصلنا للقيامة، لحد ما توصلنا لأرض الموعد، لحد ما توصلنا للسماء. جميلة قوي الآية دي، راجعها معاكم. دحرج عني العار والخزي، إني لشهاداتك ابتغيت. جلس الرؤساء وتقاولوا علي، أما عبدك فكان يهتم بحقوقك. كل مرة أنتم طيبين، لربنا المجد دائما أبديا أمين.